بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع رسالة الإسلام أن يقدم لكم هذه المحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا خلق الخلق العباد وأمرهم بها سبحانه وتعالى، فقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، سبحانه وتعالى. فخلقهم للعبادة وتكفل بأرزاقهم، كما قال في الآية الأخرى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وأرسل الرسل جميعا لهذا الأمر العظيم، ليدعو الناس إلى عبادة الله ويأمرهم بها ويوضحها لهم. فقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هكذا جميع الرسل بعثوا لهذا الأمر العظيم، ليأمروا الناس أن يعبدوا الله وحده دون كل ما سواه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذه العبادة الذي خلقوا لها وأرسلت الرسل بها أمرهم بها سبحانه في مواضع من كتابه العظيم، كما في قوله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال في سورة بني إسرائيل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. هذه عبادة التي خلقوا لها قد أمروا بها وبينت لهم في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وبعث الله بها الرسل جميعا، وخاتمهم وأفضلهم وإمامهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. بعث بذلك، بعثه الله يدعو الناس إلى عبادة الله وتوحيده والإخلاص له. ومكث في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى توحيد الله وطاعة الله، يأمرهم أن يعبدوا الله وحده وأن يخلعوا عبادة ما سواه من الأصنام والأوثان والملائكة والأنبياء وغير ذلك. يقول: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فأجابه الأقل وأنكر دعوته الأكثرون، ولم يزل صادرا داعيا إلى الله عز وجل حتى أمره الله بالهجرة إلى المدينة بعدما شد أذى المشركين له ولم ينقادوا لما جاء به عليه الصلاة والسلام. فهاجر إلى المدينة ومكث بها 10 سنين يدعو إلى الله ويعلم الناس شريعة الله، وأنزل الله عليه القرآن العظيم بعضه في مكة وبعضه في المدينة، وبينه للناس وأرشد الناس إلى ما دل عليه القرآن، وبين لهم ما أوحى الله إليه في ذلك. فإن الله أعطاه وحيين: القرآن والوحي الثاني السنة، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم، يعني محمد عليه الصلاة والسلام، وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالله أوحى إليه القرآن وأوحى إليه السنة وهي أحاديثه عليه الصلاة والسلام وما بينه للأمة من شرع الله. فتلقى الصحابة رضي الله عنهم عنه هذا الدين العظيم، دين الإسلام،
ونقلوه إلينا غضا طريا، وهكذا نقله التابعون عن الصحابة، وهكذا أتباع التابعين، ولم يزل أهل العلم ينقل هذا العلم من جيل إلى جيل ومن قرن إلى قرن، ويكتبون فيه كتب كثيرة، ويوضحون للناس دعوة نبيهم عليه الصلاة والسلام وما بينه الكتاب العظيم القرآن من دين الله. فعقيدة المسلمين التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة هي ما بين الله لعباده في كتابه العظيم، وبينه رسوله عليه الصلاة والسلام، وتلقاه الصحابة عن نبيهم رضي الله عنهم، وبلغه للناس. هو دين الله، وهو توحيد الله وطاعته واتباع رسوله وترك ما نهى عنه والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله. هذا هو دين الله، وهذا هو العقيدة التي درج عليها سلف الأمة، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة: الإيمان بالله ورسوله، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله، والعمل بذلك قولا وعملا وعقيدة، عن محبة وانقياد وإخلاص وموالاة ومعاداة. فالإيمان بالله ورسوله هو الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من الطاعات القولية والفعلية. على المؤمن أن يتلقى ذلك عن كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام كما تلقاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من السلف الصالح. وقد بينه صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، شرح للناس دين الإسلام والإيمان والإحسان، وأوضح للناس أوامر الله ونواهيه قولا وعملا. فعقيدة أهل السنة والجماعة هي العمل بكل ما أخبر الله به ورسوله، وكل ما أمر الله به ورسوله، عن إيمان صادق وإخلاص لله، ومحبة ورغبة ورحبة. فهم يؤدون أوامر الله، وينتهون عن نواهي الله، ويقفون عند حدود الله، عن إيمان بالله ورسوله، عن إخلاص وصدق ورغبة ورهبة، لا رياء ولا سمعة ولا نفاق، ولكن عن إيمان وصدق. وهذه العبادة التي خلقوا لها سماها الله إسلاما، وسماها إيمانا، سماها تقوى، سماها هدى. إن الدين عند الله الإسلام، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، إنا متقين في جنات وعيون، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، فهي إيمان وإسلام وهدى وتقوى وبر وصلاح وإصلاح. هذه العقيدة التي ساك درج عليها السنة والجماعة، وهي دين الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعث به جميع المرسلين. قول وعمل وعقيدة، قول باللسان وعمل بالجوارح وعمل بالقلب، عن محبة وعن إخلاص وعن صدق وعن رابة ورحبة. وجميع ما جاء بالسلام والرسل يندرج هذا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، كما قال جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. قال تعالى: قلوا آمنا بالله وأنزل إلينا الآية. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله الآية. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله الآية. فدين الإسلام وعقيدة أهل السنة والجماعة هي الإيمان بالله قولا وعملا وعقيدة. ويدخل في الإيمان ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لجبرائيل لما سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان، بين له أركان الإسلام وأركان الإيمان الستة والإحسان. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت سبيلا. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بقدر خيره وشره. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو دين الله عند التفصيل: إسلام وإيمان وإحسان. فالإسلام ما أمر الله به ورسوله من أعمال الظاهر،
سمى إسلاما، يعني خضوعا لله، الإسلام الانقياد والذل لله. سمى الله دينه إسلاما لأن المسلم ينقاد لله ويذل له ويؤدي حقه الخضوع والذل وانكسار، وهذا هو العبادة. سمى عبادة لهذا، سمى الدين كله عبادة لأنه يؤدى بالذل والانكسار والخضوع لله سبحانه وتعالى. فالعبادة التي خلقنا لها هي الإسلام، هي دين الله، هي الإيمان والهدى. فقوله الإسلام تؤمن بالله إلى آخره داخل في قول الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، داخل في قوله أن تؤمن بالله. فالعقيدة التي تلقاها السنة والجماعة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاها أصحاب النبي عن رسول الله هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه ستة الأصول هي أصول الدين كلها. يدخل في الإيمان بالله الإيمان بكل ما أمر الله به وشرع من الإسلام من توحيد الله والإخلاص له والشهادة بأنه لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، والشهادة بأن محمدا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ويدخل بذلك الصلاة والزكاة والصيام والحج، كله داخل في الإيمان بالله. والإيمان بجميع المرسلين كما نص عليه جل وعلا كتابه العظيم ونص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالله يشمل ذلك كله، الإيمان بالله يشمل جميع ما أمر الله به ورسوله من صلاة وزكاة وصوم وحج وجهاد وأمر معروف ونهي عن منكر إلى غير ذلك من كل ما أمر الله به ورسوله، كله داخل في الإيمان بالله. والإيمان بالملائكة معناه لما بكل الملائكة الذين خلقهم الله، يؤمن عبد أن لله ملائكة خلقهم بطاعته وعبادته وتنفيذ أوامره سبحانه وتعالى، نؤمن بهم جميعا وأنهم خلقوا من النور، خلقهم الله من النور، وأنهم في طاعته واتباع أمره وتنفيذ أوامره سبحانه وتعالى، فيحصى عددهم من الله جل وعلا. نؤمن بهم إجمالا وتفصيلا، نؤمن بالملائكة إجمالا وأن لله ملائكة في طاعته واتباع أوامره وتنفيذها، ومنهم من فصله الله لنا وبين لنا أسماءهم كجبرائيل وميكائيل وإسرافيل ومالك هذه النار، هؤلاء بينهم سبحانه وتعالى، وهكذا ملك الموت ومن سماه الله لغيرهم نؤمن بهم على سبيل التفصيل. وهكذا الكتب نؤمن بها، كل من داخل في الإيمان بالله وداخل في الإسلام. الكتب التي أنزلها الله على الرسل، فإن الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب، لقد أرسلنا رسلنا بالآيات وأنزلنا إليهم الكتاب والميزان وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، فالله أرسلهم وأرسل معهم كتب لبين الحق للناس. فنؤمن بكتب الله جميعا على الإجمال والتفصيل، نؤمن بجميع كتب ما نزل على الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومنها منها التوراة والإنجيل والزبور والقرآن الذي هو أعظمها المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، صحف موسى صحف إبراهيم، كلها نؤمن بكل جميع بكل كتب التي أنزلها الله على رسله، وأفضلها وخاتمها القرآن الكريم. وهكذا نؤمن جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، نؤمنهم جميعا وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة عليهم الصلاة والسلام، ومنهم آدم عليه الصلاة والسلام رسول النبي المكلم، فهو رسول الله إلى ذريته يدعوهم إلى توحيد الله ويأمرهم بأمر الله وينهاهم عن نهي الله. ثم بعث الله نوحا عليه الصلاة والسلام بعدما وقع الشرك في بني آدم، أرسل الله نوحا فنوح أول الرسل إلى أهل الأرض بعدما وقع الشرك فيهم، بعث الله نوحا عليه الصلاة والسلام فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وصبر على هذا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وهو فيهم يدعوهم إلى الله، فلما استكبروا استمروا في العناد أهلكهم الله بالغرق، وأنجاه وأصحاب السفينة عليه الصلاة والسلام. وهكذا من بعده من الرسل كهود وصالح وشعيب ولوط وموسى وهارون وغيرهم، كلهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة إلى أن ختمهم الله بأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام. نؤمن بذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة من الإيمان بالله ورسوله أن نؤمن بهؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنهم أدوا الرسالة بلغوها وأدوا أمانة الله وصبروا
منهم من غسل ومنهم من سلم، وهم متفاوتون، منهم من تبعه الجم الغفير ومنهم من لم يتبعه الا قليل، حتى قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس منهم من لم يتبعه الا الرهيط ثلاثه والاربعه والخمسه، منهم من لم يتبعه الا الرجل والرجلان، ومن الرسل من لم يتبعه احد، بل خالفه القوم كله والعياذ بالله. وهكذا نؤمن باليوم الاخر، وهو الاصل الخامس من اصول الايمان، نؤمن باليوم الاخر. فأهل السنة والجماعة يؤمنون باليوم الآخر، وهو يوم القيامة، سمي آخر لأنه دبر الدنيا، الدنيا ثم يوم القيامة. هنا تقوم الساعة تذهب الدنيا، والدنيا هي اليوم الأول، وتقوم الساعة وهو اليوم الآخر، ويجازى الناس بأعمالهم في هذا اليوم الآخر. وفيه تنصب الموازين، ويحاسب الناس، ويوفون أعمالهم، ويعطى هذا كتاب، يعطى هذا كتابه بيمينه وهذا كتابه بشماله، فمن يعطي كتاب يمينه هو الرابح السعيد وله جنة وكرامة، ومن يعطي كتابه بشماله هو الهالك وله النار يوم القيامة. ويدعو في الإمام اليوم الآخر الإمام بكل ما أخبر الله به ورسوله عن الآخرة، يوم القيامة والجنة والنار والجزاء والحساب وغير ذلك، كله داخل في الإمام اليوم الآخر. والأصل السادس سليم بقدر، الله علم الأشياء قبل أن تكون، علمها سبحانه وقدرها، فما شاء الله كان وما لم يشأ يكون، فعلم أعمال العباد وما يقع في هذه الدار وما يقع في الآخرة، كل ذلك علمه سبحانه وأحصاه وكتبه. فالمسلمون تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان باليوم الآخر كما دل عليه القرآن، قلوا آمنا بالله وما إلى آخر، ولكن أمرنا من الله واليوم الآخر. فالمسلمون يتلقون إيمانهم عن رسولهم صلى الله عليه وسلم وعن كتاب ربهم بهذه الأصول الستة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فتؤمن بأن الله علم الأشياء كلها، وأنه أحصاها وكتبها، وأنه سبحانه هو القادر على كل شيء، العالم بأحوال عباده، وأن العباد لن يخرجوا عن قدر الله وما سبق في علمه سبحانه وتعالى. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بذلك قال: يا رسول الله، إذا كان الله قد قدر كل شيء أفلا نفتك على كتابنا وندعو العمل؟ قال: اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسروا لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسروا لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره اليسرى. ومن الإيمان بالله أيضا الإيمان بأسمائه وصفاته، كما أنه داخل في ذلك الإيمان بشرائعه من صلاة وزكاة وصوم وحج وجهاد وأمر معروف ونهي عن المنكر إلى غير ذلك، كله داخل في الإيمان بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما قال رجل: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أثم أحد غير، قال: قل آمنت بالله ثم أسلم. كل شيء داخل في الإيمان، كل ما أمر الله به ورسوله داخل في الإيمان بالله. وهكذا قال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فمن آمن بالله ربا وإلها ومعبودا بحق واستقام على دينه فهذا هو دين الله، وهذا هو الإسلام، وهذا هو الإيمان، وهذا هو الهدى، وهذا هو العبادة التي خلقنا لها، الإيمان بالله ثم الاستقامة. الإيمان بالله ربا وإلها ومعبودا بالحق، والإيمان بكل ما شرع من الأوامر والنواهي والعمل بذلك، هذا كله العبادة، وهذا هو الدين، وهذا هو الإيمان بالله، وهذا هو الإسلام، وهذا هو الهدى، وهذا هو التقوى. ومن الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته، كل داخل في الإيمان بالله، الإيمان بأنه سبحانه حكيم عليم
الرحمن الرحيم على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، وأنه سبحانه بيده تصرف الأمور وهو القادر على كل شيء وإليه مصير العباد. فالإيمان بكل أسمائه وصفاته كل ذلك داخل في الإيمان بالله. فعلى المكلف أن يؤمن بالله ربا وإلها وقودا بحق، وعليه ينقاد لشريعته فعلا للمأمور وتركا للمحظور. هكذا الإسلام وهكذا الإيمان، إيمان بالله يتضمن أداء فرائضه وترك محارمه والوقوف عند حدوده، والإيمان بأسمائه وصفاته، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله مما كان وما يكون. وصفاته أسماء توقيفية تؤخذ من كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن يؤمن بذلك، يؤمن بكل ما دل على كتاب الله من أسمائه وصفاته، وبكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته، كل ذلك في الإيمان بالله. مع الإيمان بأنه سبحانه ليس كمثله شيء، له كمال مطلق في علمه وتوحيده وفي قدرته وفي حكمته وفي كل أسماء وصفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ويقول سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فله الكمال المطلق في علمه وقدرته وحياته وفي كل شيء سبحانه وتعالى، لا شريك له ولا شبيه له ولا كفوا له. وأسماءه وصفاته جاءت مفصلة ومجملة، فصلها في الإثبات أن الله عليم حكيم، غفور رحيم، سميع بصير، عليم حكيم، على كل شيء قدير، موصلة في إثباتها مجملة في نفيها، جمع سبحانه بين النفي والإثبات، نفي مجمل وإثبات مفصل، ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد ولا صرف الله الأمثال. كل هذا نفي مجمل وفي نفي موصل، لم يلد ولم يولد لكنه قريب. فالغالب عن النفي الإجمال، نفي النقائص والعيوب والمشابهة لخلقه. وفصل صفاته ثابت تفصلها في كتابه العظيم، إن الله سميع بصير، إن الله عليم حكيم، والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب الرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، والله الخالق والبارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له من سبح الأرض وهو العزيز الحكيم، إلى غير هذا مبين من أسمائه وصفاته جل وعلا. فعلى العبد أن يؤمن بذلك وبكل ما أخبر الله به ورسوله من أسماء الله وصفاته، الوجه الذي يليق به سبحانه لا يشبه خلقه في شيء من صفاته، نؤمن بذلك على الوجه الذي يليق به سبحانه، ليس له مثيل ولا نظير ولا كفو ولا ند جل وعلا. فعلمه كامل ليس كعلمنا، قدرته كامل ليست قدرتنا، بصره كامل ليس كبصرنا، وهكذا بقيت صفاته سبحانه وتعالى. وهكذا يسمع ويبصر ليس كسمعنا وبصرنا، بل هو اكمل واعظم. وهكذا موصول بان له يد بل يداه مشرتان، سميع بصير، وله قدم كما هذه الصحيح لا تزال جهنم يقع فيها، لا تزال جهنم يقع فيها، وهي تقول هل المزيد حتى يضع جبار فيها رجله وسياتي قدمه فينزوي بعضها الى بعض، ثم تقول قطن قطن حسبي حسبي. لا شك من في شيء، لا مثيل له في سمعه ولا في بصره ولا في يده ولا في وجهه ولا في قدمه ولا في غير ذلك. فيبقى وجه ربه ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك الا وجهه. هذه الصفات التي توصى بها نفسه نصف بها، ونقول كما قال له وجه وله يدان وله سمع وله بصر وله قدم وله اصابع، كلها تليق به، لا يشابه خطأ في شيء من صفاته جل وعلا. الحديث الصحيح ان نقول بين اصبعين من اصابع الله يقلبها كيف يشاء. وعرفت ان الايمان بالكتب يشمل الايمان جميع الكتب المفصله والمجمله، نؤمن بكتب الله المنزله على رسله وانبياءه، وما سمى الله نسميه من التوراه والانجيل والزبور صحف ابراهيم، ما سمى الله نسميه، واعظمها القران وهو خاتمها. وهكذا الملائكه نؤمن بهم اجمالا وتفصيلا،
من سماه الله سميناك جبرائيل وميكائيل، ومن لم يسمي الله نقول لله ملائكة لا يحصيهم إلا الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه في البيت المعمور الذي فوق السماء السابعة على وزان الكعبة يدخله كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه 10 ملك كل يوم 70,000 ملك للتعبد، ثم لا يعودون إليه، ثم يحصيهم إلى الله جل وعلا. وله ملائكة يتعاقبون فينا يشهدون معنا صلوات، فإذا صلى الناس الفجر عرج الذين باتوا فينا، وبعد العصر يعرج الذين فينا تقوم فينا من النهار، ينزل أهل الليل فيجتمعوا في صلاة العصر صلاة الصبح، ملائكة يتعاقبون فينا يشهدون على أعمال العباد وما شاهدوا منه، يسأله ربه أعلم إذا عرجوا إليه كيف تركتم عبادي، فيقول تركناهم وهم يصلون وأكلناهم وهم يصلون. وما أكانت يا عبد الله كل واحد منا معه ملك يكتب أعماله، ملكان هذا يكتب حسناته وهذا يكتب سيئاته، لا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين على ما تفعلون. فجدر بك يا عبد الله أن تحرص على إملاء الخير على هؤلاء الملائكة، إملاء أمر الخير أمضي عليهم ما ينفعك ويرضي الله عنك من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والدعوة إلى الله وتعليم الخير ونهي عن المعروف ونهي عن المنكر إلى غير هذا من وجوه الخير. وهكذا العمل من يكتب كل شيء. وعلينا أن نؤمن باليوم الآخر، علينا جميعا على جميع المكلفين من الجن والإنس الإمام اليوم الآخر، يدخل فيه كل ما أخبر الله به يوم القيامة كله داخل في الإمام اليوم الآخر، الجنة والنار والحساب والجزاء، ترجع الكتب على الناس ونور على الصراط يوم القيامة، ونور المؤمن على الصراط إلى الجنة، إلى غير هذا من كل ما أخبر الله به ورسوله في اليوم الآخر. علينا أن نؤمن بذلك، وأن الله يبعث عباده بعد مماته في آخر الزمان عند قيام الساعة يرسل الله ريحا طيبة تقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات، فلا يبقى إلا الأشرار في شفة الطير وأحلام السباع. يأتيهم الشيطان ويزيل لهم الشرك بالله وإذا غير الله فيعبدون غير الله، فتمتلئ الأرض شرب من شركهم وكفرهم وضلالهم، وعليهم تقوم الساعة إن شاء الله. فالله جل وعلا يحكم بين عباده يوم القيامة ويجازيهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شر فشر، كما قال جل وعلا ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بما حسنوا. قال جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال سبحانه إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يقول سبحانه ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فجميع أعمال العباد يوفون إياها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. تنصب الموازين يوم القيامة تنصب في أعمال العباد، فهذا يفضل ميزانه وهذا يخف ميزانه. فأما من سرى بوسيله فهو في عيش الراجل، وأما من خف بوسيله فأمه وأبوه وما أدراك ما أهل النار. من ثقلت بوسيله وأعطى كتابه بيمينه، ومن خفت بوسيله وأعطى كتابه بشماله، والعصاة أمرهم إلى الله، الناس على المعاصي والسيئات أمرهم إلى الله، من شاء سبحانه عفا عنه وأدخله جنة وصار من أهل اليمين من أهل النجاة والسعادة، ومن شاء سبحانه خلاه النار بذنوبه ومعاصيه، ثم بعد التطهير والتنحيص يخرجه الله من النار ويلتحق بإخوانه في الجنة. وأهل الجنة فيها منعمون أبد الآباد، لا يبولون ولا يتغوطون ولا ينتحطون
بل في نعيم دائم وخير دائم. وهذا الطعام والشراب يشاء ورش، لا بول ولا غائط ولا مخاط ولا بصار. وأهل النار في عذاب وبلاء أبدا الآباد، نسأل الله. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين ولهم عذاب مقيم. كذلك يريهم الله وأعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وشقوا من الآن حميم فقطع أمعاءهم. هذه نهاية الناس، هذه النهاية. يجدهم من عاقل أن تكون هذه النهاية على ذلك، وأن يغفرها فلا بد منها. ومن مات فقد قامت قيامته، فليحذر العبد أن يأكل وأن يجالس الأمور، فإن غاية من ذلك أن يعد لهذا اليوم عدته، أن يحرص قبل أن يهجم عليه الأجل على العدة الصالحة، على الزاد الصالح من طاعة الله ورسوله والقيام بحقه والاستقامة على دينه، وذلك بفعل أوامر الله وترك نواهي الله. هذه العدة الصالحة، أن تستقيم على دين الله وأن توحد ربه خصه بالعبادة، وأن تؤدي فرائضه من صلاة وغيرها، وأن تنتهي عن نواهيه وأن تقف عند حدوده ترجو ثوابه وتشفى. هذه العدة، العدة الصحيحة، هذه العدة التي أنت مأمور بها ومخلوق لها، أن تعبد ربك وحده، تشهد أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وأن محمد عبد الله ورسوله، وتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بقدر خيره وشره، وتؤدي فرائض الله، تؤدي فرائض الله التي فرض عليه بإخلاص له سبحانه ورغبة فيما عنده ومحبة، وتنتهي عن نواهي الله عن إيمان وصدق وإخلاص، وتقف عند حدود الله مؤمنا بالله ورسله، مؤمنا بأن الله قدر الأقدار وشاء ما شاء سبحانه وتعالى. فعليك أن تؤمن بقدر خيره وشره، وأن تعلم أن الله علم الأشياء وكتبها، وأنه الخالق لكل شيء، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لكم سبحانه وتعالى. ومن الإيمان يوم الآخر الإيمان أيضا بأن الله يرى يوم القيامة، إذا جاء الفصل العباد يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ يعني يوم القيامة لمحجوبون، والمؤمن يرونه ويكشف لهم عن ساق وينظر إليه ويكلمهم ويحييهم سبحانه وتعالى. ثم في الجنة يرونه سبحانه، في الجنة يراه المؤمن في الجنة كما يشاء سبحانه وتعالى. وما أعطوا في الجنة شيئا أحب إليهم من النظر لوجهه، كما قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، حسنى الجنة وزيادة النظر لوجه الله. والمسلمون إذا انتهوا من الموقف يمرون على الصراط منصوب بين الجنة والنار، أصله في الأرض ونهايته إلى الجنة، يمر عليه المؤمنون ويمنع منه الكافرون. فاحرص على العدة التي هي السبب في مرورك من الإيمان بالله والتقوى، وعليه كذلك تحفظ الناس بأعمالهم، منهم من يخطف وينجو، منهم من يخطف ويخطف ويسقط بسبب معاصيه، والكفار لا يمرون عليه فليشاقون إلى النار ويحشرون إليها، كما ضيعوا أمر الله وأشركوا به وكفروا به يحشرون إليها. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأن المؤمن مخلد في الجنة أبدا الآباد، ونعيمهم فيها مسارهم، قصورهم ونعيمهم وزوجاتهم مختلفون في ذلك، منهم من يعطى زوجات كثيرات، منهم من هو أقل من ذلك، ولكل واحد زوجتان من الحور العين، كل واحد له زوجة من الحور العين، غير زوجاته من الدنيا وغير ما يعطى من زوجات أخواته من الحور العين، كل واحد لا ينقص عن زوجته من الحور العين مع ما له من زوجات الدنيا. فالنساء في الجنة أكثر وفي النار أكثر، في الجنة أكثر معه الحور العين، وفي النار أكثر بما يحصل منهم من الإضاعة لأمر الله والمعاصي الكثيرة التي نسبى بها صاروا أكثر أهل النار. قال الرسول صلى الله عليه وسلم رأيتكن أكثر أهل النار، فأنهم رأيت لما يا رسول الله؟ قال لأنكن تكثرن اللعنة، تكثرن اللعنة وتكفرن الأشد، يعني تكفرن السب والشتم وتكفرن الأزواج والإحسان. لو أحسن الزوج إلى إحداكن الدهر ثم رأت منه شيئا قال ما رأيت منه منكسرا قط. الرسول أعلم انكار جميل عند أقل شيء من الزوج. لهذا
كنا أكثر أهل النار بسبب المعاصي والشرور وكفران العشير وعدم الإيمان بالله ورسوله، وهن أكثر أهل الجنة لما معهن من الحور العين. المؤمنات في الجنة مع أزواجهم المؤمنين، ولأزواجهم مزيد من الحور العين، لكل واحد زوجتان من الحور العين، وقد يزاد بعضهم زوجات كثيرات على حسب أعمالهم الصالحة، لكن أقلهم من له زوجتان من الحور العين غير نصيب من الزوجات في الدنيا. ومن أعمال أخوانهم الآخر الآخر أن أهل الجنة يتزوروا فيها وهم في نعيم دائم، لا يتقبطون ولا يبولون ولا يكفلون، قلوبهم قلب رجل واحد، على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباعد، يسبحون الله بكرة وعشية، يتنعمون بالتسبيح والتهليل والتحميل والتكبير وذكر الله عز وجل، وهم مع تزاورهم واختلاف منازلهم في الجنة لا اختلاف بينهم ولا تباعد، كل واحد رأى أنه في نعمة ليس فيها عوض من النعيم العظيم، ليس لكي حزن ولا مضايقة، بل في نعيم دائم وسرور دائم مع لقائه لإخوانه في الأوقات التي يشاءه الله، ولهم مواعيد مع ربه يزورونه ويسلمون عليه وينظرون إلى وجهه الكريم على حسب مراتبه، كل هذا من الإيمان باليوم الآخر، ولهم يوم المسيح يوم يجمع الله فيها الجنة ويزورونه وينظرون إليه ويسلم عليهم ويحادثهم سبحانه وتعالى. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأن جميع الخلائق يوفون أجورهم ذلك اليوم، أحد يعطي حقه، كل يعطى حقه من مسلم وكافر وآخر، ولا مثقال الذرة لا يضيع ولا مثقال الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالواجب على كل مكلف من الرجال والنساء أن يعد العدة لهذا اليوم، وأن يكون على ذلك أن الرجل يعد العدة وأن يتقي الله ويستقيم على دين الله وأن يحافظ على ما وجب الله عليه من صلاة وغيرها، وعلى المرأة كذلك أن تؤدي حق الله وأن تستقيم على دين الله وأن تفقه في دين الله وأن تؤدي حق زوجها بالمعروف وأن تحذر كفر العشير وإذا الزوج بغير حق، وعلى الزوج يتقي الله في أهله وأن يظلمهم، قال تعالى وعاشرهن بمعروف، فعلى الزوج يتقي الله وأن يعاشر بمعروف، وعلى الزوجة أن تتقي الله وأن تسمع وتزوجها بمعروف، وعليهما يتعاون على البر والتقوى على طاعة الله ورسوله حتى تكون زوجته في الجنة وحتى يكون زوجها في الجنة. ومن الإيمان باليوم الآخر الحوض المورود للنبي، حوض يوم القيامة يريده الناس، حوض عظيم طوله شهر وعرضه شهر، وأنت عدد نجوم السماء آنية كثيرة يريدها المؤمنون أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يريدونه ويشربون منه يوم القيامة، ويزاد عنه من كفر بالله وخالف أمره، يزاد عنه كافرون الذين لم يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم أو ارتدوا بعد وفاته، يزادون عنه ويحفظون منه فما يحرمون منه في الجنة، ويزيده المؤمنون ويشربون منه من هذا الحوض الموجود، كل هذا من أخبار يوم القيامة، وهو يوم طويل مقداره 50,000 سنة، يوم طويل عظيم، لكن لا ينتصف إلا قد وصل أهل الجنة إلى منازله، قال تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، عند نصف النهار قد وصلوا إلى منازلهم وتبوأوا منازلهم وتنعموا فيها، أصحاب الجنة خير مستقرا وأحسن مقيلا، وما ذاك إلا لكثرة الخلق وطول الحساب، والله جل وعلا هو الحكيم العليم الذي يجازيهم بأعمالهم خيرها وشرها، وهو الحكم العدل، لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أنت يا عبد الله حاسب نفسك، هكذا أنت يا أمة الله حاسب نفسك، كل حاسب نفسك ينظر
ماذا قدم؟ ماذا فعل؟ هل أدى حق الله؟ هل استقام على دين الله؟ هل أدى واجب الله؟ هل ترك محارم الله؟ هل وقف عند حدود الله؟ هل أدى ما عليه لإخوانه؟ وهكذا الزوج حاسب نفسه، هل أدى حق زوجته؟ هل أنصفها؟ هل أدى حق والديه؟ هل أدى حق أولاده وقرباته؟ وهكذا الزوجة مرت حاسب نفسها تنظر هل أدت حق زوجها؟ هل أدت حق والدها وأقاربها؟ كل ذلك مطلوب، كما أن عليه يؤدي حق الله هكذا حق المخلوق أيضا. حق الله أعظم وأكبر، ولكن أوجب عليك حقوق لغيرك، أوجب عليك حق لوالديك ولزوجتك ولأولادك ولإخوانك المسلمين، عليك أن تؤدي. وهكذا المرأة عليها أن تؤدي حق الله الذي عليها لربها ولزوجها ولقراباتها وللمسلمين. قولها حق على جميع الدعوة إلى الله، تعليم الناس الخير والنصح لله ولعباده والأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا من حق الله على الجميع. التواصي بالحق والتناصح والعصر، إن الإنسان لا يفرص إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من حق على جميع التعاون البر والتقوى، يقول سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى. فالواجب على كل إنسان أن يحسن نفسه، هل أدى الحق الذي عليه لله ولعباده؟ ولا شك أن من تحاسب نفسه وناقشها وجد التقصير، فعليه يكمل، عليه يستقيم، وعليه يجاهد نفسه لله حتى يؤدي الحقوق التي لله ولعباده. وأهل السنة والجماعة يؤمنون أيضا بكلام الله، وأنه يكلم أهل الجنة ويكلم عباده يوم القيامة ويسمعون كلامه سبحانه وتعالى، ويسلم على الجنة ويقول هل رضيتم؟ فيقول يا ربنا وما لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، ألم تسقي مراسينا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تجينا من النار؟ قال ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا وي وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال أحل عليكم برضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فضله وجوده جل وعلا. وجميع ما يقوله أهل السنة والجماعة كله موزون من الكتاب والسنة والإجماع. فدين الله مبني على هذه الأصول الثلاثة، على كتاب الله القرآن، وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى إجماع سلف الأمة. وأهل السنة وأهل الجماعة هم المستقيمون على دين الله ورسوله، هم التابعون الحق، هم القادون لشرع الله، هم قالوا هم أهل السنة والجماعة، ومن شد عنهم وخالف فهم أهل البدع. قد أخبر صلى الله عليه وسلم أن أمة تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فالفرقة في النار عندهم فريق المؤمنون بهم أهل السنة والجماعة، هم المستقيمون على دينه وعلى اتباع شريعته، هم أهل السنة والجماعة، هم الفرقة الناجة. وأهل 72 متوعد بالنار، أما لكفرهم وإلا لبدعهم ومخالفاتهم. أما أهل السنة والجماعة فهم الذين استقاموا على دين الله قولا وعملا وعقيدة، اتبعوا شرع الله ونصحوا لله ولعباده وتباعدوا عن مساحقه، فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، هم أهل الحق، هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأتبعهم بالإحسان. نسأل الله جعلنا وإياكم منهم، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، كما نسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قلبهم، كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم بطانة، وأن يجعلهم من الهداة المهتدين، وأن يعينهم من دعاة الباطل ونزغات الشيطان، ومن كل ما يخالف أمره سبحانه وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن ينصر بهم الحق ويخذل بهم الباطل، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. اللهم صل وسلم. نعم. سائل أرسل خلاصة من جريدة الشرق الأوسط نشر فيها مقال
منه قول الكاتب: فإنه من العبث الادعاء أن 6 مليارات من الناس المنتشرين على سطح البسيطة سيكون مصيرهم النار هكذا بموجب فتوى لا تستند إلى الحق والعدل. يقول: فإنه من العبث الادعاء أن 6 مليارات من الناس المنتشرين على سطح البسيطة من العبث نعم الادعاء أن 6 مليارات من الناس المنتشرين على سطح البسيطة سيكون مصيرهم النار هكذا بموجب فتوى لا تستند إلى الحق والعدل. ويقول: إن أتباع جميع الديانات السماوية باستثناء المحرفين لكتاب الله سيذهبون إلى الجنة فيما إذا عملوا صالحا، تحقيقا لقوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إلى آخر ما قال. فما توجيهه؟ من آمن بالله واليوم الآخر من جميع الأمم واتبع الرسل لا شك أنه إلى الجنة. من الذين آمنوا من هادوا النصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن آمن بالله ورسله من هذه الأمة ومن بني إسرائيل من اليهود والنصارى ومن غيرهم من الأمم كلهم إلى الجنة، كل من تابع الرسل من أولهم إلى آخرهم فهو إلى الجنة، ومن عصاهم وخالفهم فهم إلى النار، ولا شك أن أكثر الخلق إلى النار وأقلهم إلى الجنة كما قال جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال جل وعلا: وإن تطع أكثر من يضلوا فعن سبيل الله. قال سبحانه: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. لكن في آخر الزمان إذا وفع الله القرآن في آخر الزمان وأرسل الريح التي تقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات لا يبقى إلا الإحرار، فعليهم تقوم الساعة وهم من أهل النار، لأنهم بقوا على الشرك بالله وعبادة غيره، فعليهم تقوم الساعة، نسأل الله العافية. لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله، نسأل الله السلامة. وأما القول بأن جميع الأرض النار هذا باطل، كلام باطل، بل من آمن بالله واليوم الآخر فهو من أهل الجنة، وإنما يكون من أهل النار من كفر بالله وخالف أمره. لكن في آخر الزمان بعد رفع الكتاب العزيز وبعد موت المؤمنين والمؤمنات يلقى الأشرار عليهم تقوم الساعة، نسأل الله العافية، فهم من أهل النار. نعم. وعبارة أخرى أيضا أوردها يقول: إن الإسلام والإيمان ليس محصورين برسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فقط، بل إن الإسلام والإيمان يخصان كل إنسان يعبد الله بأي صورة كانت قبل وبعد البعثة المحمدية المباركة. يقول: بل إن الإسلام والإيمان يخصان كل إنسان يعبد الله بأي صورة كانت قبل وبعد البعثة المحمدية المباركة. قبل بعد محمد صلى الله عليه وسلم فكل من آمن بالرسل الماضيين فهو من أهل الجنة، من آمن بموسى بعيسى بهود بصالح بجميع الرسل فهو من أهل الجنة إذا مات على ذلك. أما بعد محمد صلى الله عليه وسلم فليس من أهل الجنة إلا من تابع محمد صلى الله عليه وسلم. جميع أهل الأرض بعد مات محمد صلى الله عليه وسلم ليس لهم نجاة إلا باتباع محمد عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمة يدخل الجنة إلا من أبى. قال رسول من أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. فأتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين يدخلون الجنة دون غيرهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي يرشد به إلا كان من أهل النار. فلا يكون من أهل الجنة إلا بعد بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلا من تابعه، هذا من أهل الجنة. أما من بلغه خبره وكفر به ولم يؤمن به فهو من أهل النار. أما من لم يبلغ خبر النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترات الذين لم يسمعوا بالرسول ولا بالقرآن هؤلاء يقال أهل الفترة، هؤلاء أمرهم من الله يوم القيامة يمتحنهم جل وعلا، فمن نجح في الامتحان دخل الجنة ومن لم ينجح دخل النار، نسأل الله السلامة. وأما من بلغه رسالة صلى الله عليه وسلم بلغه القرآن ولم يؤمن به فهو من أهل النار، نسأل الله. نعم.
هو مثلهم، لأنه كان فريق الطائفة هو مثلهم. الأول أن تكفر الإمام لله وتكفير من كان ربه. ولهذا في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وحد الله وكفر من أنه لله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. ويقول جل وعلا: من يكفر بالطاغوت ومن بالله فقد استنكر بعوض من الصلاة في صلاة لها والله سميع عليم. فلا بد من الإيمان بالله توحيده والإخلاص له والإيمان بإيمان المؤمنين، ولا بد من تكفير الكافرين الذين بلغته الشريعة ولا يؤمن كاليهود والنصارى والمجوس والشيوعيين وغيرهم ممن يجد اليوم وقبل اليوم بلغته رسالة الله ولا يؤمنون فهم من أهل النار نسأل الله كفر. نعم. هناك من يحذر من كتب الإمام النووي وابن حجر رحمهم الله تعالى ويقول إنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، فما الصحيح في ذلك؟ لا، أشياء غلطوا فيها اتفاق حجر النووي وجماعة آخرين، لهم أشياء غلطوا فيها، ليسوا فيها من أهل السنة، وهم من أهل السنة فيما سلموا به ولم يحرفوه. نعم، هم أمثالهم من غلط. نعم. يقول: كيف يكون التعامل مع الرافضة الذين خالطونا في البلاد في مثل هذه الحالات إذا كانوا طلابا أو مدرسين، وإذا كانوا أطباء أو مرضى، وإذا كانوا زملاء في العمل؟ من أعلم بدعته يجب وجب هجره، من أعلم بدعته من الغلو في أهل البيت في علي والغاطي وأهل البيت أمور الصحابة هذا يهجر، لأن عبادة أهل البيت أمور الصحابة كفر وردة عن الإسلام، فمن أظهر بدعته يهجر ولا يوالى ولا يسلم عليه ولا يستحق أن يكون معلما ولا غيره، لا يؤمن في وظائف. ومن لم يظهر بدعته ولم يبين شيئا وأظهر الإسلام مع المسلمين يعامل معاملة المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما في أي إسلام أفضل قال: أن تقرأ السلام، أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من أعرفه ومن لم تعرفه. من أظهر الإسلام هو أخونا نسلم عليه ونرد عليه السلام، ومن أظهر الشرك والبدعة فليس أخانا، كان شركا فليس أخانا كفر، وإن كان بدعة استحق الهجر عليها حتى يدعها حتى ينقبل الحق. وهكذا من أظهر المعاصي كالزنا وشرب الخمر يستحق أن يهجر، وإن كان مسلم يستحق أن يهجر حتى يتوب إلى الله منه شرب الخمر من إظهار ما أظهر من المنكرات. سمي أمان أو عهد لا بأس يعطى العلاج وينصح ويعطونه وعلم يدعى إلى الله من الله. أما كان حرميا لا يعطى العلاج بل يقتل الحرمي مقاتل. قلت لا كذلك، إنما أنتم ما داموا بأمان عندنا لا بأس. لو عالجوه في المستشفيات وأعطوا الدواء ما داموا تحت الأمان حتى يقام عليه حد الله. يقول: هل كل من يقع في الشرك الأكبر يكون مشركا وتطبق عليه أحكام المشركين؟ نعم، من كفر بالله صار كافرا، من أشرك بالله صار مشركا، كما أن من آمن بالله ورسوله صار موحدا مؤمنا. أما من لم تبلغه الدعوة فهذا لا يقال له مؤمن ولا كافر، فلا يعامل مع المسلمين، بل أمره إلى الله يوم القيامة، وهم أهل الجهل الذين ما بلغتهم الدعوة، هؤلاء يمتحنون يوم القيامة، يبعث الله إليهم خلقا من النار، ويقال ادخلوا فمن أجاب صار علي مرضا وسلاما، ومن لم يجب أرث النار نسأل الله العافية. المقصود أن من بلغته الدعوة ولم يؤمن ولم يسلم فهو كافر عدو لنا. نعم. سائل يقول: بعض الناس يدعون العلم بما تحت الأرض وما فوقها، ويحددون أماكن الآبار وخاصة في الأماكن الصحراوية والجبلية، فهل يصدقون وهل هذا من الكهانة؟ لا، معرفة المياه لا من الكهانة، تترك بأمارات المياه في الأراضي، تترك علامات لها علامات وأمارات يعرفها المختصون، قد يخطئون وقد يصيبون، لكن إذا كان علمهم جيدا فالغالب يصيبون. لها أمارات كما ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره، لها أمارات يعرف بها مواضع المياه. نعم. يقول: بعض الناس ينفقون الانتساب إلى أهل السنة والجماعة
ويقولون كل يدعي ذلك، ولكن الأولى أن ينتسب إلى السلف. السلف هم أهل السنة والجماعة، السلف هم أهل السنة والجماعة، فينتساب إليهم لا بأس بالحق، من المؤمنين من أتباع أهل السنة والجماعة، من أتباع الصحابة، من المؤمنين بالله واليوم الآخر، ينتسب إلى أهل الحق لا ينتسب إلى أهل الباطل. جهل نفسه على الصدق أن تكون دعوة، جهل نفسه حتى يصدق. سائل يقول: ما صحة حديث إن الله خلق آدم على صورته أو على صورة الرحمن؟ صحيح، خلق آدم على صورته سميعا بصيرا، يتكلم لا عين ولا يد ولا قدم، فليس معناه مشابهة، ليس مثل شيء، ولم يكن له كفوا أحد، لكن معناه خلقه الله على صورته سميعا بصيرا، له وجه له يد له قدم، يعلم ويسمع ويبصر، كما هكذا قال أهل السنة أحمد وإسحاق وغيرهم وفضل عليه. سائل يقول: هناك من يتلفظ بألفاظ فيها الاستعانة بالجن والدعاء أو الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعندما ينبه يقول: اعتاد عليها لساني، فما الحكم في ذلك؟ يجب أن يؤول لسانه الكلام الطيب ويحذر الكلام المنكر، فليس هذا بعذر، يجب أن يحفظ اللسان عما حرم الله، فالاستغاثة بالجن ودعاء الجن من الشرك بالله جل وعلا. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. كان كثير من العرب في جاهلية يتعبد الجن وتستعيد بهم وتخافهم، فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك وأن يثق بالله ويعتمد على الله ويستعين بكلمات الله التامات ليلا ونهارا من شر ما حرم، ويقيه الله شره، يقول: اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما حرم في ليله ونهاره في اي منزل وفي اي مكان، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما حرم، وكلها ثلاثا او اكثر دائما صباح ومساء، وينجيه الله من شره. وهكذا اذا قال: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو ثلاث مرات صباح ومساء، هذا من اسباب العاشر من كل شيء. هكذا قراءه قلت الله امر رؤيتين صباح ومساء ثلاث مرات بعد الفجر بعد المغرب من اسباب السلام من كل شر. والمقصود ان الواجب عليه ان يحفظ لسانه عما حرم الله من فعل كلام ربي، لا من دعاء الجن ولا من احد غير الله ولا من غير هذا من سائر الكلام المنكر، ولا يسلم عذر بقوله ساده لسانه، بل يحذر يحفظ لسانه عما حرم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. والله يقول في الكتاب العظيم: ما يلزم من قول ان لديه رقيب عتيد. هو مسؤول عن كلامه، فعليه يحفظ لسانه عن كل ما حرم الله من الغيبه والنميمه السب دعاء الجن توسل بالمخلوقات من الله، لا يتوسل بالنبي او بجاه النبي او بحق النبي، كل هذا لا يجوز. توسل بالدعاء دعاء الله وتوحيده، توسل بالايمان سبحانه ابتداء السيئات، توسل باعمالك الصالحه، كل هذا طيب. اللهم اني اتوسل بايماني بك، بمحبتي لك، باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ببر والدي، بصله الرحيم، باداء الامانه، توسل باعمالك مثل أصحاب الغار، توسل الله بأعمالهم الصالحة فأنجاهم الله وفرج فرتهم. أخبر الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة من قبلنا دعاهم النبي في المطر إلى غار فدخلوا فيه من أجل المطر الليل يبيتوا فيه، فأنزل الله صخرة فدحرج من على الجبل حتى سدت عليهم الغار، فلم يستطيعوا لها دفعا، فقالوا فيما بينهم: لن يخلصكم من هذه الصخرة إلا أن تدعو الله بصالح أعمال. فتوسل الله بصالح أعماله فأنجاهم الله منها. قال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أخبر قبلهما أهلا ولا مالا، الغبور غير الحليب في أول الليل،
النهار من قادس البادية شرب الغبوق الليل في حلب الإبل، فكان يأتي بالحليب يصغي أو وهذه قبل أهله، فنعم طلب السير ذات ليلة تأخر، فجاءوا فوجدهما نائمين فكان يوقظهما وبقي وارد في القدح ينتظر إيقاظهما. والصبية عنده يتضرعون يريدون الحليب من شدة حبه والديه وبره لهما، بقيا واقفا حتى طلع الفجر استيقظ فسقاه، ثم قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فخرج عنا ما نحن فيه، فخرجت الصخرة بعض الشيء لكن لا يستطيع الخروج. ثم قال الثاني اللهم إن كانت الذكر عنه من أحب الناس إلي فراودتها عن نفسها لأن الزنا فأبت علي، فألمت لي سنة شديدة للحاجة، فجاءت إلى تقوم الرفق والحاجة سد الحاجة، فقال لا حتى تمكن من نفسه حتى تسمح لها بالزنا، فعند الضرورة سمحت. فلما جلس إلى رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض خاطرنا بحقه، وقد أعطاها 100 دينار و20 دينار. فلما قال له اتق الله ولا تفض خاطرنا إلا بحقه خاف من الله، قام وقام وتركها وترك الذهب لها. ثم قال في هذه الحادثة اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما أحسن فيه، يعني تركت الزنا وتركت الذهب خوفا منك فاخرج عنا ما أحسن. ثم فرجت في الصحراء قليلا أيضا لكن لا يستطيع الخروج. ثم قام الثالث فقال اللهم إنه كان لي أجرا عمال عندي فأعطيتهم حقوقهم إلا واحد بقي له الحق عندي، فنميته وثمرته في إبل وبقر وغنم وعبيد أنتظر مجيئه ياخذ حقه. صار السرعية تجري فيه جرى من إبل باقي لها آخر من شعير أو من ذرة أو من أرش، فلما هذا المال لماه تجرى فيه واشترى من إبل وبقر وغنم ورقيق، فجاء بعد مدة قال يا عبد الله أعطني حقي اللي خليت عنه عقي ما أعطيتني. قال يا فلان كل ما ترى من حقه كله الإبل والبقر والغنم والعبيد كلها من حقه ثمرته له. فقال يا عبد الله لا تستهجني. قال لي لا أستهجن بس هو من حقي كله، فاستاقه كله استاق الإبل والبقر والغنم والعبيد. ثم قال الرجل اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فخرج عنا ما نحن فيه. ثم خرج في الصحراء وخرج لأسبابها أعمالهم الصالحة التي توسلوا بها إلى الله عز وجل فنفعتهم عند الشدة وأنجاهم الله بها عند الشدة، توسل الله بإيمانك وتقواك وبر والديك وأدائك الحقوق وسيلة صالحة، وهكذا التوسل بتوحيد الله والإخلاص له والإيمان به كله وسيلة صالحة. توسل الله بأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تؤمن بالله ورسوله وأن تؤمن باليوم الآخر كله وسيلة شرعية. اللهم إني أسأل بأسمائك وصفاتك وسيلة شرعية، أما توسل بمخلوقات لا، جاه النبي أو بحق النبي أو بجاه فلان أو رأس فلان أو شرف فلان هذا هذه وسيلة باطلة ما تنفع، ليس وسيلة شرعية. نعم. سائل يسأل عن بعض الجماعات الإسلامية مثل جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمون ويقول هل هؤلاء من أهل السنة والجماعة؟ كلهم جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمين يجب أن يحاسبوا أنفسهم وأن يستقيموا على الحق وأن نفذوا ما دل عليه كتاب السنة في توحيد الله والإخلاص له والإيمان به واتباع شريعته، فعلى الإخوان المسلمين وفقهم الله أن يحاسبوا أنفسهم وأن يحكموا شرع الله فيما بينهم وأن يستقيموا على دين الله قولا وعملا وعقيدة، وأن يحذروا مخالفة أمره أينما كان، وعلى جماعة التبليغ أيضا أن يحذروا ما كان يفعله أسلافهم من تعظيم القبور والبناء عليها
أو جعلها في المساجد أو دعائها والاستغاثة بها، كل هذا من المنكرات، والاستغاثة بها من الشرك الأكبر، فعليهم أن يحذروا ذلك. لهم نشاط في الدعوة إلى الله، وكثير منهم ينفع الله بالناس، لكن عند أسلافهم عقيدة غير صالحة. يجب على الخلف أن يتطهروا منها ويحذروا العقيدة الرديئة، ويستقيموا على توحيد الله حتى ينفع الله بهم وبجهادهم. سائل يقول: روي عن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إنا كنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نقول في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وبعد وفاته كنا نقول: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، فهل هذا صحيح وهل نقوله في التشهد؟ المشروع أن يقول مثل ما علم النبي الصحابة، علمهم أن يقولوا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فنقول كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. علم الصحابة ولم يقل لهم إذا مت غيروا، علمهم وهم يسافرون يذهبون في بلاد بعيدة، يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، يدعو له السلام عليك، يدعى له بالسلامة والرحمة والبركة. وأيها النبي معناه استحضار، أيها النبي هو معناه يدعو له السلام عليك، يعني لك السلامة، لك الحاجة والرحمة والبركة من ربك، هو دعاء له صلى الله عليه وسلم، ليس يدعى هو، ولكنك تطلب الله له السلامة والرحمة والبركة. ومن قال مثل ما قال السلام عليكم وعلى عباد الله، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، فلا بأس، لكن أفضل أن يقول كما علم النبي الصحابة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا هو الذي علمه النبي أمته ومن على ذلك عليه الصلاة والسلام. سائل يقول: هل الدين خاص بشعائر معينة أم هو شامل لكل أمور الحياة؟ وما الحكم في من يقول إن الدين خاص بالمسجد أو لا يتدخل في المعاملات والسياسة وما شابه ذلك؟ الدين عام، يعم المسجد ويعم البيت ويعم الدكان ويعم السفر ويعم الحضر ويعم السيارة ويعم البعيد ويعم كل شيء. يا أيها الدخول في السلم كافة، في الإسلام كله، فالعبد عليه أن يتقي الله في كل شيء، وأن يسلم وجهه إلى الله في كل شيء، مو في المسجد بس، في مسجد وفي البيت مع أهله مع ضيوفه مع جيرانه، وفي الأسواق مع إخوانه، في محل بيع الشراء عليه يبيع كما شرع الله، ويحذر الربا، يحذر الكذب، يحذر الخيانة، يحذر الغش، وهكذا في جميع أحواله. الدين عام في كل شيء، الدين معك في كل شيء، في بيتك، في دكانك، في سفرك، في إقامتك، في الشدة، في الرخاء، عليك أن تلتزم بالدين، مو بس المسجد. هذا يقول الضالون، يقول العلمانيون دعاة الضلالة، دعاة الإلحاد، لا، الدين معك في كل شيء، عليك أن تلتزم بدين الله في كل شيء، أن تستقيم بدين الله في كل شيء. المسلم يلتزم بدين الله ويستقيم على أمر الله في جميع الأمور، لا يشتخص في البيت ولا في المسجد ولا في السفر ولا في الحضر، بل في جميع الأشياء. عليك أن تطيع الله وتؤدي فرائضه وتنتهي عن محارمه وتقف عند حدوده أينما كنت، في بيتك أو في الجو أو في البحر أو في السوق أو في أي مكان. يسأل فيقول: ما هي صفات السبعون الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ بينهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مستقيمون على دين الله، سبعون ألف ومع كل ألف سبعون ألفا، مقدموا هذه الأمة المؤمنة، مقدموهم يدخلون الجنة على صوت القمر ليلة البدر، وهم الذين جاهدوا بالمهتم لله واستقاموا على دين الله أينما كانوا، في أداء الفرائض وترك المحارم ومسابقة إلى الخيرات. ومن صفاتهم لا يستقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، لا يستقون لا يطلب من يقيهم ولا يكتوون، وليس معناهم تحريم هذا، لا بأس بالاسترقاء ولا بأس بشيء لا حاجة إليهما، ولكن من صفاتهم ترك ذلك والاستغناء بالأسباب الأخرى، فيستقون لا يطلب من يقيهم، ما يقول إفلان أرقيني، وإذا دعت الحاجة لا بأس، لا يخرج بذلك إذا دعت الحاجة عن السبعين. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تستقي في بعض مرضها، وأمر أم أيتام جعفر بن أبي طالب أن تستقي لهم كما في الحديث الصحيح. وهكذا شيء توى بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام وقال أشياء في ثلاث: كية نار، أو شربة لحية، أو شربة عسل، وما أحب أن أكتوي،
أضعنا لهم متعنا كيف كياح الطب، إذا تيسر طب آخر فأولى، إذا دعت الحاجة إليه فلا بأس. لا بأس، لا بأس إذا دعت الحاجة إلى هذا لا بأس، لكن تركه أفضل إذا تيسر له سبب آخر فهو أفضل، إذا تيسر من يلقيه بدون سؤال أو سبب آخر من الأسباب التي تنفع لا بأس أحسن. لقد درجت وشاعت بعض العادات عند القبائل بإحضار من يسمون شعراء المحاورة، مثل أن يأتوا بشاعرين كل واحد منهم من قبيلة مقابل إعطائهم مبلغا من المال في حفلات العرس ونحوها، ويقوم الشاعران بإحياء الليل كما يقولون، حيث يكون هناك صفان متقابلان من الرجال، كل شاعر له صف يرددون ترديدا جماعيا ما يقوله الشاعران بأصوات عالية مع التصفيق والرقص والتمايل، ويفتخر كل شاعر بحسبه ونسبه ويطعن بالمقابل في الشاعر الآخر، فما الحكم في هذا كله؟ أما الغناء في العرس من النساء للدفوف هذا من إعلان النكاح مشروع، ضرب الدف في النكاح للنساء خاصة ليس باختلاط للأغاني العادية ليس فيها منكر، هذا مشروع للنساء وهو من إعلان النكاح، وكان يفعل في أحد النكاح ويحضره أزواجه وغيرهم. أما الرجال فلا بأس أن يتعاطوا الشعر العربي ويستمعوا عليه ويسمعونه، فلا ليس في محذور، ليس في غيبة ولا سب ولا شتم ولا يسبب الشحنة والعداوة بدون طبل وبدون منكر آخر من عيب الناس، عيب قبل فلان وعيب قبل فلان ما يسبب الشحنة فلا يجوز. أما إذا حضروا شعرا طيبا في شعر حسان وأشعار طيبة والقصائد الطيبة التي فيها الخير والدعوة إلى الخير، أو قام شاعر يدعو إلى الخير إلى الجود والكرم والأعمال الطيبة، وقام شاعر آخر كذلك يدعو إلى الخير ومكان بالأخلاق ومحاسن الأعمال لا بأس، كما قال صلى الله عليه وسلم إن من الشرع حكمة، وقال لحسان اهجوا الكفار فهو الذي يصير إنه لا أشد عليه موقع النبي، وقال اللهم أيده روح القدس، كان يهجوهم حسان كان أشعاره عظيمة طيبة، وهكذا عبد الله بن رباحة عبد المالك وهكذا من بعدهم من الشعراء الطيبين، ومن الشعر نونية ابن القيم التي هي من أعظم الشعر ومن أنفعه قصيدة طيبة عظيمة نافعة، نونية القحطاني قصيدة طيبة نافعة في العقيدة، هكذا الأشعار الطيبة التي فيها الدعوة إلى الخير وإلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال هذا طيب في العرس وغيره. أما يقول شاعران أو أكثر يتناحرون يذم بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا هذا منكر، أو يسب أهل قبيلة هذا وقبيلة هذا منكر، لكن إذا كان الشعر في ما ينفع الناس في الدعوة إلى مكارم الأخلاق محاسن الأعمال بر الوالدين صلاة الرحم طاعة الله ورسوله طاعة ولاة الأمور بالمعروف الحذر من معاصي الله طيب فهو أثر في النفوس، ولا بأس أن تعطى المغني في العرس متاحا له مغنيها، أو الشاعر الذي من الأشعار الطيبة يدعى ليقول الشعر الطيب الذي ينفع الناس ويعطى جائزة لا بأس. أما الذي يدعو إلى غيبة فلان وغيبة فلان وذم فلان ومدح فلان لإثارة الشحنة والعداوة والبغضة بين الناس هذا ممكن لا يجوز. نعم هل من النياحة اجتماع أهل الميت في بيت واستقبالهم للناس 3 أيام تسهيلا على الأقرباء؟ النياحة لا تجوز، لكن إذا جلس في البيت يزورهم يعزون الناس لا جلس في البيت في الأوقات المناسبة حتى يزور أهل القارب وغيرهم من المعزين لا بأس بذلك، لكن لا يحتفلون بطعام أهل الميت يذبحون للناس أو يصنعون طعام الميت هذا بدعة لا أصل له، لكن إذا جلس صاحب البيت في الأوقات المناسبة من المغرب العشاء الصحة أو غيره ليزوره إخوانه ويعزوه حتى لا يشق عليهم، أو عزوه في الطريق أو في المقبرة أو في المسجد فهذا. وله سؤال آخر يقول: ما حكم نشر العزاء في الصحف ورد العزاء أيضا في الصحف وكتابة
ما حكم الشرع بالعزاء في الصحف ورده أيضا في الصحف وكتابة الآيات الكريمة التي فيها تزكية للميت؟ الصحف فيما بلغني من كذب كثير يخشى منه تكذب والنفقات الطائرة بلا حاجة، ولا لو كتب أحسن الله عزاء آل فلان في ميته غفر الله له ما يكون، لكن بلغني أنه يكون في كلفة تركه أو لا، لكن في كلفة يكتب لهم رسالة إليهم فرقية يكتب إذا كان في جريدة مشقة ونفقات نشب، وليس من النعي الذي نهى الرسول النهي النعي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم. كان أهل الجاهلية إذا مات ميت أركبوا إنسان يطوف بالقبائل ينعال إليهم ميتهم، هذا من عمل الجاهلية. أما إذا كتب كتاب معزي أو كتب في جريدة إن الله عزاك على فلان هذا أسفل، إذا كان يكلف في المؤونة ينبغي تركه، لأن رسلنا هذه ضعاة المال، وهذا في من ضعاة المال يكفي كتابه خط إليهم أو بقية أو مكالمة تلفونية تكفي. سائل يقول: ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في عذاب القبر، وهل هو على الروح فقط أو على الروح والجسد؟ من أهل السنة والجماعة إمام عذاب القبر النعيم، فليسما ينعم وإما يعذب، أهل السنة والجماعة يؤمن بذلك، وقد أخبر النبي بهذا عليه الصلاة والسلام، فالقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفار النار، فعلى المسلم يؤمن بهذا. قد أطلع الله النبي صلى الله عليه وسلم على شخصين يعذبان، أحدهما كان يشيب النميمة والآخر كان يتنزه من بؤس. أعيد السؤال يقول: ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في عذاب القبر، وهل هو على الروح فقط أو على الروح والجسد؟ مثل ما تقدم أهل السنة يؤمنون بعذاب القبر ونعيم الحق على الروح والجسد جميعا، على الروح والجسد جميعا، ولكن نصيب الروح أكثر، كما قال الله جل وعلا: النار في أهل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. هكذا الميت من الصالح ينعم في قبره وغير الصالح يعذب في قبره، ويوم القيامة العذاب أشد والنعيم أعظم بعد البعث والنشور. نعم. سائل يقول: هل يكفي المعتقد الصحيح عن العمل والاستقامة على شرع الله؟ يقول: هل يكفي المعتقد الصحيح عن العمل والاستقامة على شرع الله؟ لا يكفي الإيمان المعتقد عن العمل، لا بد من عمل، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا بد من عمل، يؤمن بالله ورسوله توحيد الله ويعمل يؤدي فرائض الله وينتهي عن محارمه، لا بد من هذا وهذا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، لابد من الإيمان والعمل. نعم. سائل يقول: إنني رجل أقوم بالدعوة والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنكار المنكرات على الناس، ولكن هناك من يتصدى لي ويقول: إنك تتدخل فيما لا يعنيك وإنك تثير فتنة، فما الحكم في ذلك؟ إنك عندك علم تدعو إلى الله على بصيرة فلا يلتفت إلى من تبصر، تدعو إلى الله تعلم الناس فهو معروف فنهى المنكر مع الحسن مع الحلم والصبر والاحتساب وطيب الكلام، كما قال الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض نأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني مسلم. قال سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة ومن أوصي الحسنة وجاهدهم بالتي أحسن. فاستمع على ذلك ما دمت عندك علم، استقم على ذلك ولا تلتفت إلى من تبقى، إنك عليك بالحكمة من قال الله ورسوله والقاس مواضعها والحلم والصبر وعدم العجلة في الأمور وعرف الرفق وطيب الكلام. نعم. سائل يقول بعض المفسرين في تفسير قول الله عز وجل: تذكر النفعة الذكرى، أي ذكر حيث تنفع التذكرة، وهل هذا العصر هو عصر الشح المطاع والهوى المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه؟ هذا ليس بشر والصنع الذي يعني تعظم الفرضية والوجوب عند انتفاع الناس بالذكرى، وإنه هو أمر بالتذكير عسى أن ينتفعوا، ولهذا في الآيات الأخرى: فذكر إنما أنت مذكر،
وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فالإنسان يذكر والدافع بيد الله، لكن إذا نفعت الذكرى تكون الوجوب أشد، تكون الفائدة أعظم، إذا رأى أنه الانتفاع والاستفادة يكون واجب عليهم أن يتضاعف ويقوى ويكبر. نعم. يقول: وهل هذا العصر هو عصر الشح المطاع والهوى المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه؟ لا، في هذا، لكن ما هو معنى أن الإنسان يترك هذا هو العصر الذي يترك ولا يروى عنها، في شح المطاع، في هوى المتبع، في ذي رأي، لكن ليس العصر الذي يقف به لسان الدعوة وعليه بنفسه، لا، الحمد لله الدعوة مسموعة ومفيدة ونافعة وفيه ما يستجيب له، فعليه يدعو إلى الله ويحذر شح المطاع والهوى المتبع. ويحذر دنياها المتعب، لكن لا يقف عن الدعوة إلا إذا جاء وقت يمنع فيها من الدعوة ويعاقب عليها، ولا يسمح لها أن يدعو أحد إخوانه ولا هو المعروف ولا هو قائل هنا عليه نفسه، ولا يشاء هذا وقت الحمد لله. أما هنا هو المعروف وهنا هو المنكر وهنا الدعاء إلى الله وإلى الله مسموح لهم يدعون إلى الله، كون بعض الناس قد يخطي قد يوقف لأجل خطأه في بعض المسائل لا يمنع من الدعوة، في الإنسان يلزم الطريق يستقيم على الطريق السوي ولا يمنع، وإذا منع أحد أو وقف أحد لأجل أنه حاد عن التبين في بعض المسائل أو أخطأ في بعض المسائل حتى يتأدب وحتى يلتزم، هذا من حق ولاة الأمور أن ينظروا في هذه الأمور وأن يقفوا من لا يلتزم الطريق أهله التي يجب اتباعها، وعليهم أن يحاسبوا من حاد عن الطريق حتى يستقيم، هذا من باب التعاون على البر والتقوى، وعليها على الدولة أن تتقي الله في ذلك وأن تتحرى الحق في ذلك، وعليها أن تأخذ رأي أهل العلم وتستشير أهل العلم، عليها أن تقوم بها ما يسب، ولا يترك الحبل على الغالب كل من شاء يتكلم، لا، قد يتكلم لا يدعو إلى النار، قد يتكلم أناس يثيرون الشر والفتن يفرقون بين الناس بغير حق، فعلى الدولة أن ترائي الأمور بالطريقة الإسلامية بالطريقة المحمدية لمشاورة أهل العلم حتى يكون العلاج في محله والدواء في محله. نعم. وإذا وقع خطأ أو غلط فلا يستنكر، من يسلم من الغلط، لكن الداعي قد يغلط والأمر المائي قد يغلط والدولة قد تغلط والقاضي قد يغلط والأمير قد يغلط، كل من يخطأ من هذا الخطأ، لكن المؤمن يتحرى، الدولة تتحرى الحق والأمير يتحرى والقاضي يتحرى والدعي الى الله يتحرى والعالم انه يتحرى وليس معصوما، فاذا غلط ينبه على خطاه ويوجه الى الخير، فاذا عانت فللدوله ان تعمل معه من العلاج او التاديب او السجن ما يمنع العلاج اذا عاند الحق وعاند الاستجابه ومن اجاب وقبل الحق فالحمد لله. هذا يجب منعهم، يجب على الدولة أن تمنعهم، يجب على الدولة أن تمنع نشر الصور وصور المغنين ومنع نشر الدعوة إلى الباطل، على الدولة وعلى أهل الحسبة أن تقوموا في هذا، وعلى أهل الدعوة عليهم أن يتعاونوا البر والتقوى ويبلغوا الدولة ما، وعلى وزارة الإعلام أن تجتنب ذلك وأن تحرص على نشر الحق سواء كان من طريق الإعلام المرئي أو المسموع أو المقروض، يجب على المقاين وزارة الإعلام أن يتقوا الله وأن يعملوا ما يرضي الله ويحذروا ما حرم الله، وعلى الدولة أن تقوم بذلك وعلى المسلمين والعلماء والأخيار أن يساعدوا في ذلك وأن يتعاونوا في ذلك وأن يرفعوا للدولة ما قد يقع من الخطأ. سائل يقول: ما هي كتب العقيدة الصحيحة التي تنصحون طلبة العلم باقتنائها وقراءتها، وكيف توجهون الداعية الذي يدعو أناس من أهل البادية من العامة الذين يحتاجون إلى تعلم أصول العقيدة؟ أعظم كتب العقيدة وأنفعها كتاب الله القرآن، فيه الهدى والنور، فنوصي الجميع رجالا ونساء كبارا وصغارا أن يعتنوا بالقرآن وأن يجتهدوا بحفظه والإكثار من تلاوته، هو كتاب العقيدة، هو كتاب الهدى، وهو الشافع المفيد النافع، كما قال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن وهو للذين آمنوا هدى وشفاء، وهو الصراط المستقيم، فنوصي جميع المسلمين في كل مكان، جميع الرجال والنساء
العرب والعجم نوصي الجميع بأن يلزموا هذا القرآن وأن يعظموه ويعملوا به ويكثروا من تلاوته أينما كانوا من المصحف وعن ظهر قلب، وأن يفسدوا أوامره وينتهوا عن نواهيه. هو كتاب العقيدة، هو كتاب العمل، هو كتاب الهدى، هو كتاب السعادة، فيه كل خير، وفيه الدعوة إلى كل خير، وفيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وفيه القصص عن الماضين عن الخير والشر، أخبر عن الماضين من أهل الخير وعن الماضين من أهل الشر. فعلى المؤمن والمؤمنة أن يأخذوا منه ما دل عليه من الخير، وأن يحذروا ما حذر منه من الشر. ثم كتب النبي صلى الله عليه وسلم، كتب الحديث في الصحيحين والسنن والمسانيد والمعتمدة، أهل العلم يأخذون الأحاديث ويعلمون الناس ويشهرونها بين الناس. ثم كتب العقيدة المعروفة لأئمة السنة والجماعة، كتب الطيبة المعروفة يستعان بها وينتفع بها في تعليم الناس الخير، كتب السلف الصالح المعروفة، ومثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم المعروفين بحسن العقيدة، مثل كتب الشيخ محمد بن باز رحمه الله فمثل الدعوة في الإسلامية في نجد لما يسر الله هذه الدعوة في القرن الثاني عشر، كتبوا وجمعوا فيها ما ينفع الله به الناس في كتاب التوحيد، ثلاثة الأصول، كشف الشبهات، آذان المشايخ الصلاة، وصايا المشايخ الدرة الثانية، فتح المزيد، شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان. هذه الكتب العظيمة عقيدة الرسول في الإسلام التدمرية من هذه السنة الحموية، العقيدة الطحوية شرح لابن أبي العز، العقيدة المغني صاحب المغني إلى غيرها من الكتب الطيبة، كتب السلف الصالح التي تعين على الخير، تنشر الحق، تعلم الناس الخير. فأهل العلم يدلون عليها ويفيدون الناس منها، لكن أصل الجميع والأصل العظيم القرآن. يجب على الجميع العناية بالقرآن، فهو الأمر الأول وهو الأصل الأول وهو الذي به الهدى والخير. فعلى المسلمين أن يعتنوا بالقرآن أعظم عناية، رجالا ونساء كبارا وصغارا، فهو كتاب الله فيه الهدى والنور، فيه الدلالة على كل خير وتحذير كل شيء. ثم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته الصحيحة في البخاري ومسلم وغيرها من الكتب الصحيحة التي جمعت في هذا الباب، مثل المنتقى بلوغ المرام وعند في الحديث وغيرها من الكتب المؤلفة في الحديث، الكتب التي اعتنى أهلها بالحديث الصحيح وبيان ما ضعف منها وما صح. هذه تنفع الأمة، فعلى طالب العلم أن يعتني بها ويستفيد منها ويعلم الناس الخير، يعلم العامة، يرشد العامة إلى الحق والهدى والصلاح. شكر الله مسحتكم وضاعف مثوبتكم. ونذكر الإخوة بموضوع ندرة الأسبوع القادم إن شاء الله، آداب الفتوى وخطر القول على الله بغير علم، يشترك فيه أصحاب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان والشيخ عبد الرحمن بن صالح الأطرم والشيخ صالح الأيدي محمد آل الشيخ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.